عويل النساء الإنذار الأخير أمام آلة الحرب المدمرة في سوريا وحال هلع حقيقية تسود المناطق الساخنة، فالأزمة طالت وطالت معها لائحة الضحايا. الديوك باتت تصيح للقنابل بعدما حجب دخان القذائف أفق الحل في سوريا. درعا أمطرت بالقذائف ودكت أحياؤها التي منها انطلقت الانتفاضة. وفي حمص الحال الإنسانية كارثية والأحياء مدمرة ومبانيها سويت بالأرض. أما الخارج من الأحياء عن سيطرة النظام فيقصف بعنف كأحياء جورة الشياح والقرابيس والخالدية. الله أكبر. التضييق الأمني لم يستثني العاصمة التي شهدت اشتباكات تلتها حملة مداهمات واعتقالات في بساتين حي القدم، فيما العنف تواصل في إدلب وحلب ودير الزور. الشعب السوري المناهض للنظام واصل تظاهراته في الشوارع السورية رغم مخاطر التحركات والانتشار الأمني والمداهمات وعمليات الاعتقالات، والناشطون أكدوا أهمية التظاهر لتغيير النظام. النظام السوري يواصل عرض عضلاته من خلال مناورات عسكرية استخدمت فيها صواريخ حقيقية، ووزير الدفاع داود راجحة يشدد على أن بلاده لن تسمح للإرهاب في الداخل وللأعداء في الخارج بالنيل من صمودها، والسلطات تفرج عن 275 معتقلا لم تتلطخ أيديهم بالدماء.